بسم الله الرحمن الرحيم. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله صدق الله العلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه تعالى نستعين. في بداية الأمر عندما نتحدث عن الغدير وعن موقف السماء من الغدير وموقف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الغدير وموقف الأئمة عليهم السلام من الغدير وموقف الزهراء عليها السلام من الغدير كذلك وموقف المسلمين كذلك من واقعة الغدير، عندما ننطلق هكذا انطلاقة يعتقد البعض أننا نفكر بغصب شيء أو طرح فكرة بعيدة عن الإسلام. البعض
يتهيأ له هكذا نوع من التفكير أنه القضية خارجة عن وحي الإسلام وعن الرسالة. والحقيقة أنما ننطلق هكذا انطلاق كأنما نريد أن نعبر عن مسألة كبيرة جدا، أنه هذه الرسالة تحتاج إلى تتمة. والبعض يقول هو خاتم الأنبياء، لماذا هذه التتمة؟ خاتم الأنبياء من ناحية كون أنه هذه الرسالة أو هذه النبوة هي خاتمة، لكنه الحياة مع كل ما أوتيت من تعاليم من قبل السماء تحتاج إلى مواصلة. ولذلك ننطلق مع مسألة أهم في التفكير الإسلامي، وهي مسألة أن ما من السماء يأتي لابد أن يحتوي على عصمة، وإن ما من السماء يأتي لابد أن يكون له قرار السماء. ولذلك القرآن عندما تحرك مع هذه القضية تحرك بطريقة خاصة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. التبليغ هذا كأنما يريد أن يضع نقطة في مسيرة الناس، أنه لا بد أن نفهم أن هنالك استمرار لمنهج العصمة. منهج العصمة لا بد أن يستمر، ليس من المعقول أن يأتي منهج غير المنهج الذي وضعه الله وغير السنة التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فبالتالي لا بد من وجود نوع من اتساق بين المسألتين. هذا الاتساق الذي يكون بين المسألتين، مسألة الإمامة ومسألة النبوة، هو هدف مهم جدا. ولذلك نجد من الغريب التصريح عند البعض في تلك الفترة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من الغريب أن البعض يصرح يقول منا أمير ومنكم أمير. وهذه مسألة عجيبة أنهم يفكرون بهذه الطريقة: من عندنا أمير، من عندكم أمير، من الأنصار أمير، من المهاجرين أمير، انتهت القضية، حلت المسألة. يعني كأنما الرسالة فد عشيرتين قاعدات، هاي العشيرة الأولى تقول أنا من عندي أمير ترى، وأنتوا همات من عندكم أمير، انتهت القضية بعد. ليش سيد عبد الحسين شرف الدين العاملي رحمة الله عليه يراقب هذه القضية عن كثب في حوارياته؟ هو يقول بالإضافة إلى الأهواء التي كانت عند البعض، وهذه سوف نتعرض لها إن شاء الله، يقول كان هنالك شيء من تفكير القبيلة متداخل مع تفكير المسلمين، مع تفكير الإسلام، وهذا التفكير خطير جدا، وهذا نقع به دائما نحن في حياتنا اليومية، نقع بمثل هكذا نوع من التفكير، أنه نمزج بين القضايا العرفية والعقيدة، الموالاة والتولية على المسلمين ليست بالطريقة التي نفكر بها، حتى أن البعض يفكر أنه الديمقراطية منهج لطيف لا بد أن يطبق في داخل الإسلام، بل أن البعض كتب في الديمقراطية في الإسلام. والحقيقة المنهج الإسلامي ما إلى علاقة في هذه القضية. المنهج الإسلامي يريد يقول أنا عندي
قوالب تتم من خلال منهج خاص. ولذلك الإمام الحسن سلام الله عليه في تعبيره عن يوم الغدير وعن حادثة الغدير يقول أن الله سبحانه وتعالى أدب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بآداب فأتمها له، ثم بعد ذلك شنو؟ جاء قوله تعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يقول فأدب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذه، يعني بالآداب هذه، أمير المؤمنين سلام الله عليه، فأتم أدبه. ثم قال بعد أن أتم الآداب، مو يعني هذا الأدب الإنسان يعني عكس الأخلاق، لا، وإنك لعلى خلق عظيم. الآداب اللي هي الشروط، المناهج، المواقف اللي الإنسان يتربى بها التربية الصالحة. فأتمها على علي عليه السلام ثم قال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. إذن أكو تكاملية، منهج تكاملي. مو من المعقول الناس يؤمنون بحجة الله على أرضه ومنهج التعيين موجود وسهل. ليش إحنا لعد رايحين أنه إلى اللهم عجل فرج وليك وما أشبه ذلك؟ إذا المنهج منهج تعيين وتفسير قبلي كما يقول البعض، قل مسألة واضحة، خلي تصير المسألة بشكل أنه نشوف لنا واحد ونعينه. لذلك السيد عبد الحسين شرف الدين العاملي يقول كان أكو فد نوع من التفكير غريب عند المسلمين، والأغرب منه عندما يلتصق مع ذلك التفكير غايات أخرى، غايات شخصية. ودراسة الغايات الشخصية لا تصل فقط إلى حادثة الغدير، إنما توجد حوادث تلحق حادثة الغدير وتسبق حادثة الغدير. أكو بعض الأشياء حصلت في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تكشف عن وجود جهة لها إمعان نظر في أنها كيف تأخذ أو تسلب هذه أو هذا المقام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي مرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الغريب أنه تصدر كلمة غريبة جدا، لابد أنه نركز بها، كيف أنه وصل تفكير ذلك الشخص إلى هذه المسألة. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على فراش الموت كان يقول: ائتوني بدوات وكتف. لماذا؟ لكي يكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. الجواب شنو كان؟ حسبنا كتاب الله. عجيب، ما إلها علاقة. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يريد يكتب لك كتاب، مو قرآن، يريد يكتب وصية. الرجل يريد أن يكتب وصية لما بعد وفاته. حسبك كتاب الله، هذا لو أنت تفهم بكتاب الله جل وعلا. هو كتاب الله هو اللي يقول: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. المؤمنون آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. هؤلاء جميعا يؤمنون بمنهج واحد. طيب كتب لك كتاب آخر، خلنا نفرض أنه كتب كتاب آخر،
القضية ما تخصك، أنت المتحدث بهذه الطريقة، المسألة مو يمك. كتب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كتاب آخر، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، مو بكيف يتحدث. زين، كتب وصية، إيش جاب الكتاب القرآن؟ ليش أنه منو قال أنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم راح يخالف ذلك الكتاب حتى يكون حسبنا كتاب الله؟ إذن يوجد غرض. ثم بعد ذلك دعك من أنه ماذا يهجر، أو دعك من يعني قد غلبه الوجع، مو هيك الروايات تذكر؟ زين، هذا شخصية. لو أنتوا الآن، إحنا هسه بيناتنا الطريقة العرفية خلنا ندرسها المسألة، لو إحنا بيناتنا يوجد شخص يتلاعب بالعبارات بهذا الشكل، شنو موقفنا يصير من عندنا؟ التشكيك، يوجد تشكيك تاريخي. المسلمون لم يوافقوا منذ البداية على أنه يوجد خرق في داخل البنية الإسلامية، خرق كبير. ما شاء الله في العبارات السياسية تكثر عندنا هاي العبارة، يوجد خرق في الجهة الأمنية الفلانية، الجهة السياسية الكذا الفلانية. هذه الخروقات تكشف نفسها بنفسها، ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى عن الناس تعلم. سامو اليوم تعلم، غدا تعلم، يعني أنه الإنسان إيش قدري. ثم بعد ذلك شوف التدرجية، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يمت، إنما غاب أو رفعه الله سبحانه وتعالى وسوف يرجع. نقارن بين هذه النقطة الأولى، النقطة الثانية، النقطة الثالثة، نصل إلى نتيجة، وهي نتيجة الغاية، الغاية التي يريدها البعض. ولذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه في الخطبة الشقشقية، أما والله إنه قد تقمصها ابن أبي قحافة، وأنه يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى، ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير، فطفقت أرتقي بين أن أصول بيد جداء أو أصبر على طخية عمياء. زين، لكن أكو فد مقولة مهمة جدا، يقول بين هو يستقيلها لنفسه في حياته يعقلها لآخر بعد وفاته. هذه التناقضية. زين، أنت إذا تؤمن أنه لو منا أمير لو منكم أمير، لو أنه وأمرهم شورى بينهم، أمير المؤمنين يقول الحالة مو بهالشكل صارت، سألو هيك صارت الحالة، لو هكذا الحالة صارت نحن نرضى، ما يخالف، خلينا نقول أنه فرض، هذا مو فعلا نحن نرضى، يعني نقول أنه ماشي الأمر، بالله خلوها شورى. لكن الأمر اللي حصل هذا يستقيلها لنفسه في حياته الدنيا ويدفعها لآخر، فيعقلها لآخر بعد مماته. شنو بعد يعني يقول الإمام سلام الله عليه؟ لشد ما تشطرها أو تشطراها ضرعا. شايف واحد يحلب الضرع منه وذاك يحلب الضرع من هاي الجهة، كل شخص يقرب النار لقرصه، كل يغني لليلى. أنت تستقيلها لنفسك في حياتك الدنيا،
وتعطيها لآخر، وليس من حق الله ولا رسول الله ولا أمير المؤمنين أن ينفذوا أمر الله سبحانه وتعالى في إسلامهم وفي بلادهم وفي عبادهم. كيف تحصل هذه التناقضية؟ منهج مشؤوم، منهج منذ البداية ولد مشاكل كبيرة، ووضع الإمام سلام الله عليه في اختبار صعب واقعا، وصلت الدرجة أنه أي شخص يأتي يستطيع أن يكون منافس لعلي بن أبي طالب. هذه همات مصيبة يعني. شايفين السيد المرجع ينزل بيان من أجل سلامة الناس، يا ويجيش عيط ومعيط، حط بيان ضد بيان المرجعية العليا. أنا دورات يعني في شيء محزن، يعني واقعا محزن. الآن عندما نأتي إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه وهو في محرابه ويمر عليه متجرئ، يقول له: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لأن أشركت لتكونن من ال شنو الآية نهايتها؟ ظالمين. عجيب، مع علي تتحدث هذا الحديث، مع أمير المؤمنين، مع الذي إذا وقف بين يدي الله يرتجف، مع الذي كان السيف الأول بين يدي رسول الله، أفاطم هاك السيف غير ذليلي، مع الذي يقف في وسط تلك الواحة في نصف الصحراء أبو الدرداء ينقل هذه الرواية، يقول: اتبعت علي، يقول: أريد أشوفه شنو يسوي هذا، كيف يصلي في منتصف الليل؟ يصلي مثلنا صلاتنا اللي إحنا نصليها؟ لو أكو شيء آخر. يقول: فسجد فلم يقم. رجعت إلى فاطمة، قلت لها: سيدتي يا فاطمة، إن عليا قد مات. قالت: كيف عرفت؟ لأنه الرواية تشهد أنه ما يموت هيك موتة طبيعية، حتى من هذا. طيب كيف أنه مات؟ قالت له: يا أبا الدرداء، هو ذلك علي إذا سجد انقطع عن الدنيا. أمير المؤمنين اللي يصفه أو تصفه امرأة تقول: رأيته في يوم من الأيام في الكوفة وقد جاء لامرأة أو لرجل فطلب منه أن يقطف له التمر على ثمن، وهو أنه يعطيه تميرات يطعم بها أهله، وهو أمير المؤمنين. تقول: فرأيته بهذه الحالة وهو يصعد تلك النخلة ويقطف ذلك التمر، ثم نظرت إليه مرة أخرى وهو يكري الدلاء من البئر، ثم بعد ذلك ينكث ثوبه الذي هو قد رقع حتى أنه يقول: رقعت مدرعتي حتى استحييت من رقاعها. ومن الرقاع؟ ترى الإمام الحسن كان يرقعها. ثم يصعد على المنبر بعد أن ينكث ثوبه من التراب فيخطب بالناس بأجود ما يكون به الخطاب، ثم بعد ذلك ينزل ويسجد لله سبحانه وتعالى ويصلي ويؤجر نفسه تهفو حشاه لأنات اليتيم بلا أم تناغيه وليس له أب. لعلع بباب علي أيها الذهب واخطف بأبصار من سر ومن غضب، وقل لمن كان قد أقصاه
قد أقصاك عن يدي، عفوا إذا ما جئت منك اليوم أقترب كأن بادرة تبدو لحيدرة. الإمام سلام الله عليه حير العقول، يجي شخص يتحدث وياه وهو في سجوده بهذه الطريقة، الإمام يقول له ما تجاوب، اصبر إن وعد الله حق فلا يستخفنك الذين لا يوقنون. بعد راح تشوف الحق، سوف يأتي الحق، ويوم الله سبحانه وتعالى ليس ببعيد. هاي قاعد نشوف الموت يأخذ في الجملة، ليس ببعيد. الإمام سلام الله عليه كان يتحمل هذه القضية، ويتحمل أن يرى تلك الرسالة بيد أشخاص ليسوا بأهل لها. والإمام سلام الله عليه يقول لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين. أكو بعد آخر ما يشوف الطرف الذي يطمع في السلطة، وهذه التجربة ترى واضحة في هذه حياتنا اليومية، اللي عنده طمع ما يشوف وضع الآخرين، لا يستطيعون أن يروا معاناة الإسلام ومعاناة المسلمين. ولذلك الإمام أكفد مقطع جميل جدا، أنا أشوف أنه يقول حتى إذا مضى لسبيله جعلها في جماعة. شوف هذا البخس، جعلها في جماعة زعم أني أحدهم، فيا لله وللشورى. هاي الديمقراطية، فيا لله وللشورى، متى اعترض الريب في مع الأول منهم حتى صرت أقرا إلى هذه النظائر. هو ليش الأول كان يقارن بشخصيتي حتى النوب؟ الأول يدفعها للثاني والثاني يدفعني مع مجموعة وشورى. فيا لله، شكوى هذا، شكوى من أمير المؤمنين، شكوى إلى الله سبحانه وتعالى أنه أدفع بهذه الطريقة حتى تصل الدرجة أنه ولايات كاملة تدرس بغض علي بن أبي طالب، وتهيئ من أجل أنه تكره علي بن أبي طالب. أكو عندنا قصص كثيرة ممكن أن نستفيد منها كثيرا. إذا تتذكرون، مو قصدي أعيد القصة، لكن إذا تتذكرون أكو قصة بين الإمام الحسن والشامي. هذا الشامي شنو سأل عندما رأى الإمام الحسن؟ قال من هذا؟ قالوا له علي، الحسن بن علي. قال ابن أبي تراب؟ قالوا بلى هو ابن أبي تراب. هو حاط له فكرة عن أبي تراب، عن أبي تراب، خلي له فكرة يعني. وهذه مشكلة كبيرة يذكرونها علماء الفلسفة. أكو فكرة قبلية توضع عند الشخص، أجهزة المخابرات، المنافقون، كثير من الشخصيات، الإعلام كذلك قاعد يستعملها هذه الأيام، أنه يخلي عندك فكرة قبلية عن الشخص. هذا مربي له لحية لا تدنى يمه، هذا معمم لا تدنى يمه، هذا مربي له ذيل بشعره لا تدنى يمه، هذا علماني، هذا من هيك جهة، هذا من ذاك جهة، وإلى أن تكون الناس طرائق قددا. وهذا المجتمعنا هسه شنو؟ واحد يكره الثاني، الله وكيلك، واحد يكره الثاني،
كل واحد مخلي له إيمج صورة، خلي هو بباله أنه الصورة الفلانية يجب أن لا تتحدث، الصورة الفلانية يجب أن تتحدث، وذاك الثاني مخلي عكس الصورة، وذاك الثالث مخلي عكس النقيض. فبالتالي شنو؟ التناقضات صايرة في مجتمع، وإذا صار المجتمع متناقض انتهى المجتمع. السياسة الأموية استطاعت أن تضع المسلمين كما نحن الآن في فترة من الفترات، يقول له هذا ابن أبي تراب هذا، فتقرب منه فهم بشتمه وشتم أبي مباشرة، لأن هو متهيئ ويرى القرب لله سبحانه وتعالى بذلك الشتم، فماكو أي مشكلة، لا معوق أخلاقي موجود ولا معوق ديني، لأنه انتفت والقطوعات العقلية لديه أنه هو على حقيقة، يعني على صح، فبالتالي انطلق نحو العمل اللي أنت تريد تأديه. فلذلك الإمام سلام الله عليه كانت واحدة من المواجهات هي هذا، أو هذا النوع من المواجهات. عجبا لابن النابغة، هو يقول يزعم لأهل الشام أن في لعابة أو دعابة، وأني امرؤ تلعابة أعافس وأمارس، لقد قال باطلا ونطق إثما، أما والله منعني عن اللعب تذكر الموت. الموت مانعني من البداية، من البداية علي عليه السلام في كل خطوة يخطوها الحياة الآخرة، الموت، الرسالة، الهداية، المصلحة العليا، دائما هي هاي نقاطه. ويمنعه عن معاوية، يمنعه عن قول الحق نسيان الآخرة، ما قال نسيان الموت. تدرون ليش؟ لأن معاوية مسوف الموت ومسوف الاحتضار ومسوف كذا، بينما علي لا، في أول لحظات الآخرة وهو الموت هو يتذكر. كفارق كبير. الآخرة من أين تبتدئ؟ صحيح من حياتنا الدنيا، هذا أوافقك به، لكنه بالطريقة العملية تبتدئ من الموت ثم تنتهي إلى الآخرة. هذا حتى الآخرة ذيك همات ما يتذكرها، يعني مقر من جهنم ما يتذكر، فما يستطيع أن يقول الحق. وهذا درس لكل محبي علي بن أبي طالب، يجب أن يفهموا أن تذكر الموت شيء مهم. فلذلك قضية الغدير قضية مهمة. الإمام سلام الله عليه احتج بها في أكثر من موقف، وإن شاء الله راح يجينا هم حديث هيك قليل، إن شاء الله ما أطول عليكم، حول قضية أنه هل احتج الأئمة بالغدير أم لم يحتجوا بالغدير. مؤكل بعض يقول أنتم تتحدثون عن واقعة الغدير، بس الأئمة شو ما يتحدثون عن واقعة الغدير؟ هذا مثل اللي يقول لك شوخو بوقت الأئمة ما كانوا يدفعون خمس، ليش تدفعون خمس؟ منهج تشكيكي، يعني موجود هذا المنهج، تشكيك، شكك 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 إلى أن تصير الناس سفسطائية وكل مبادئها وقيمها تنتهي. الإمام سلام الله عليه يتحدث عن أحقيته،
الزهراء عليها السلام تتحدث عن هذه الأحقية، لكن أخذ الأحقية في بعض الأحيان مو على المصلحة العليا، صبر منقطع النظير، وإلى أن طبعا هذه الخطبة الشقشقية، هذه خطبة في الكوفة، خطبة يعني بعد فترة زمنية. فصبرت وفي العين قدا وفي الحلق شجا، قاعد يتحدث وين الناس بعد، ولكن الناس عندما انطلق لهم أمير المؤمنين انطلق لهم، وكان الزيف قد أكل الكثير من العقول، قميص قميص يحطون عليه شوية دم ما تجي الصبغ ويفرون به، 20,000 إنسان يقتل بين ليلة وضحاها في البصرة على قميص، والإمام يقولها ما إذ صانوا حرائرهم وأخرجوك، ماكو إنصاف عندهم، لو كانوا هم أصحاب إنصاف كان أنه مثل ما طلعوا حريم رسول الله يطلعون حريمهم، بينما الإنصاف الذي تربت به مدرسة علي بن أبي طالب هكذا يقول شاء الله أن يراني قتيلا ويراهن شنو سبايا، درس حتى لا يقال فينا شغلتهم أموالهم وأهليهم. عجيب، هاي مدرسة أمير المؤمنين يتربى بها الحسن بشكل، تربى بها الحسين، ويتربى بها حتى النساء، نساء يا يزيد كد كيدك وسعى سعيك وناصب جهدك، فوالله في مقر السلطة وسلب السلطة ولا زال جسد الرسول طري في قبره، وما استطاع أن يغير شيء، والمنهج ترى وحياتك حق حق. أنا أتذكر حادثة أذكرها سمعانين بها أو لا، الشيخ الأميني، الشيخ عبد الحسين الأميني صاحب كتاب الغدير رحمة الله عليه، كان يبحث عن مصادر، وكان هنالك أو كانت هنالك مخطوطة، هذه المخطوطة في بيت أحد العلماء في بغداد، يقول فأنا ذهبت إلى، يقول بعد أن الله سبحانه وتعالى من علي بكرامة، كرامته شنو؟ يقول صرت من كثرة التحقيق في الروايات التي حول ورقة بهذا الشكل أحفظها، انتهت استنسخت. يقول فأجيت، يقول قلت له أنا الشيخ عبد الحسين الأمين العاملي، قال له إيه أعرفك وأدري المن جاء، قال له على المخطوطة الفلانية، قال له إيه بلي، أحد علماء بغداد. فيقول أدخلني لكن شرط علي شرط، قال لي لا يدخل معك لا ورقة ولا قلم. طبعا على فكرة الجبة مع الشيخ الأميني من تقلبها بهذا الشكل، احنا قاعد نصور لكنه هذا مهم تعرفونها، أحمر أخضر أسود من الحبر، مملوءة، حياتها كلها للتحقيق، حياتها كلها خصصها لأهل البيت. أنا من رخصتكم
وضع هذه الحياة كرسها بهذا الشكل. يقول دخلت أعطاني المخطوطة، يقول فبقيت في البيت 3 أيام بلياليها. يقول لاحظت من تصير الصلاة ما يصلي. يقول سألته، قلت له أنت ليش ما تصلي؟ قال شوف أنا طلعت على الروايات الكثيرة لمبغضي علي بن أبي طالب، ووصلت إلى قناعة أن لا جن له. الذي يبغض علي بن أبي طالب لا جنة له. فيقول علمت أنه صلاتي بعد هذه ما تنفعني. يقول والمشكلة ما أستطيع أن أتخلص من هذا البغض، موجود عندي، هذا دفين، حقد دفين. قال له لكن أنت قل لي شنو قضيتك، شو طلعت، شنو فائدة هاي جيتك وطلعتك، المخطوطة شو استفادت من عندك؟ قال له الحمد لله أنا أخذت المخطوطة بأكملها. قال له وين؟ قال له هنا، أنا شفت هذه المخطوطة حفظتها. الولاء للحق، الولاء للحق يعطي الإنسان كرامات في حياته. الإنسان كل ما يمعن النظر أين يكون الحق ويعمل به يصل إلى قناعات صحيحة. فالبعض كان يسأل في بعض الأحيان، يقول أنه الأئمة ما استشهدوا بذلك. الواقع لا، الأئمة استشهدوا، هاي عندنا كثير من روايات. بعد ما الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعني أتم هذه المهمة أو المهمة، ماذا قال؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم شنو؟ الإسلام دينا. صارت مترسخة بأذهان الرواة. كلام ترى طويل، أنا ما نستطيع طبعا في هيك نص ساعة وكذا نتحدث عنه، لكنه الرواية مات من الرواة، مو راوي وراويين رواه، يعني أكثر من 80 راوي في الطبقة الأولى، من 115 راوي في الطبقة الثانية، وإحنا عندنا الروايات منها متواتر ومنها مستفيض ومنها الغريب ومنها العزيز ومنها روايات الآحاد. هذه من الروايات المتواترة، وقد تكون كذلك من الروايات المستفيضة، يعني عندما يروونها كل طبقة تروي لطبقة أخرى، يعني هنالك 85 أو 85 صحابي، بعده 115 تابعي، بعده تابعي التابعي، ثم بعده الطبقة الثالثة تروي، ثم الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، وهكذا إلى طبقات المتأخرين، ثم طبقة. يعني حتى في علم الحديث قضية غير قابلة إلى تشكيك. أنا ما أفهم ليش البعض يشكك، وهذا موضوع لوحده، ممكن أنه في ليلة من الليالي نتحدث عن طبقات الحديث والغدير في طبقات الحديث. فاللي يسأل يقول، نقول له إيه أكو موجود روايات، بعضها طبعا موجود. الرواية الأولى رواية الزهراء عليه السلام حينما تقول كأنكم لم تعلموا ما قال يوم غدير خم، والله لقد عقد له يومئذ الولاء ليقطع منكم بذلك منهم، يعني يقطع منهم شنو؟ يقطع منهم الخلافة. هذه رواية. الرواية الثانية رواية الإمام الحسن سلام الله عليه، يقول ولقد
ولقد رأوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نصب أبي في غدير خم، فقال لهم أن يبلغ الشاهد منكم الغائب. هاي الأئمة، أنا ما قاعد أروي عن الرواة الآخرين، لا، أنا قاعد أتحدث فقط عن الأئمة. الإمام الرضا سلام الله عليه في رواية كذلك يرويها، يقول الراوي هكذا، يقول أنه صار كلام عن بيعة الغدير لأمير المؤمنين سلام الله عليه في خراسان من مجموعة من العلماء، وهنالك قسم من العلماء أثبت هذه الواقعة وهنالك قسم نفى تلك الواقعة. الإمام ينظر، شوف جواب الإمام، قال إن يوم الغدير أشهر منه في السماء من الأرض، يعني له شهرة عند الله سبحانه وتعالى، وهذا الشيء يفرحنا. إحنا الآن في أزمة كوفيد-19 وتشوف الحضور قليل، لكن اعلموا أن هذا المجلس، هذا العيد في السماء هو أشهر منه في الأرض، فلذلك الإنسان كن يعرف قيمة هذه المجالس. ولطيف، جزا الله القائمين على هذا المجلس تباعد و الرعاية الصحية، الكمامات ما شابه ذلك، وهذه فد مسألة مهمة ما دام إحنا مطلين أو نحن مطلون إن شاء الله على أعتاب محرم الحرام، أن ننتبه كذلك لوصايا المرجعية في هذه القضية. عموما، فالإمام سلام الله عليه تحرك على ضوء أن هنالك إمامة، والإسلام تحرك على ضوء أن الخلافة لابد أن يكون لها أدبيات خاصة، وأن تكون لها عصمة خاصة، وأن يكون لها شخصية خاصة. فلذلك لم يطق البعض أن يرى أن قتال العرب هو ذلك الشخصية التي هي تكون مناسبة لذلك الموقع. توقفوا كثيرا، المساواة، العدل، اللطف، المحبة، الرأفة، القوة، الشراسة، الشدة في ذات الله، جميعها في شخص واحد. الآخرون من المنافقين والذين في قلوبهم مرض لم يستطيعوا أن يتحملوا هذه المسألة. صلى الله عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين، غلا يسار واستخف يمين، بك يا لكنهك لا يكاد يبين، تجفى يا وتعبد والضغائن تغتلي، والدهر يقسو تارة ويلين، وتظل أنت كما عهدتك نغمة للآن لا يرقى يا لهام
تلحين فرأيت أن أرويك محض رواية للناس لا صور ولا تلحين فلا أنت أروع إذ تكون مجردا ولقد يضر برائعين تثمين أتيتك أجتليك وأبتغي وردا فعندك للعطاش معين وأبا تراب وللتراب تفاخرون إن كان من أمشاجه لك طين آلاؤك البيضاء طوقت السماء ولها على ذمم الزمان ديون صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اغفر لنا وارحمنا وعافينا واعف عنا تقبل منا هذا اليسير يا الله اعف عنا الكثير يا الله ثبتنا على ولاية أمير المؤمنين اللهم ارفع هذه الغمة عن هذه الأمة يا أرحم الراحمين وعن جميع الناس يا الله اللهم وضمت جراحات بلدان المسلمين جميعا لا سيما الآن هذا الحادث الأخير في لبنان الله إن شاء الله يرفع عنهم كل بلاء اللهم احفظ هذا البلد واجعله آمنا يا الله وارزق أهله من الثمرات واحفظه برئاسة بقيادة علّه تؤدي أمور الناس اللهم شافي مرضانا ارحم أماتنا يا الله اللهم لا سيما الذين أصيبوا بهذا المرض اللي هو COVID-19 ونخص سماحة الشيخ رعد الباهلي كذلك بالدعاء وجميع المؤمنين إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات موت الحاضرين موت المؤسسين إلى العم الحاج الأستاذ سالم وإلى ولده وابنته وإلى جميع الشهداء من الذين وقعوا في هذه الأرض الطاهرة وإلى أرواح الحاضرين جميعا إلى شهدائنا علمائنا من لهم حق علينا رحم الله من أهدى للجميع ثواب سورة الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام على محمد رسول الله خاتم النبيين وسيد المرسلين وصفوة رب العالمين أمين الله على وحيه وعزائم أمره والخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل والمغيمن على ذلك كله ورحمة الله وبركاته وصلواته وتحياته السلام على أنبياء الله ورسله وملائكته المقربين
وعباده الصالحين. السلام عليك يا أمير المؤمنين وسيد الوصيين ووارث علم النبيين وولي رب العالمين ومولاي ومولى المؤمنين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أمير المؤمنين يا أمين الله في أرضه وسفيره في خلقه وحجته البالغة على عباده. السلام عليك يا دين الله القويم وصراطه المستقيم. السلام عليك أيها النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون وعنه يسألون. السلام عليك يا أمير المؤمنين آمنت بالله وهم مشركون وصدقت بالحق وهم مكذبون وجاهدت في الله وهم محجمون وعبدت الله مخلصا له الدين صابرا محتسبا حتى أتاك اليقين. ألا لعنة الله على الظالمين. السلام عليك يا سيد المسلمين ويا عسوب المؤمنين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين ورحمة الله وبركاته. أشهد أنك أخو رسول الله ووصيه ووارثه علمه وأمينه على شرعه وخليفته في أمته وأول من آمن بالله وصدق بما أنزل على نبيه وأشهد أنه قد بلغ عن الله ما أنزله فيك فصدع بأمره وأوجب على أمته فرض طاعتك وولايتك وعقد عليهم البيعة لك وجعلك أولى بالمؤمنين من أنفسهم كما جعله الله كذلك. ثم أشهد الله تعالى عليهم فقال ألست قد بلغت فقالوا اللهم بلى فقال اللهم اشهد وكفى بك شهيدا وحاكما بين العباد. فلعن الله جاحد ولايتك بعد الإقرار وناكث عهدك بعد الميثاق وأشهد أنك وفيت بعهد الله تعالى وأن الله تعالى موف لك بعهده ومن أوفى بما عاهد الله عليه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. وأشهد أنك أمير المؤمنين الحق الذي نطق بولايتك التنزيل وأخذ لك العهد على الأمة بذلك الرسول. وأشهد أنك وعمك وأخاك الذين تاجرتم الله بنفوسكم فأنزل الله فيكم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم.
التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. أشهد يا أمير المؤمنين أن الشاك فيك ما آمن بالرسول الأمين وأن العادل بك غيرك عاند عن الدين القويم الذي ارتضاه لنا رب العالمين وأكمله بولايتك يوم الغدير. وأشهد أنك المعني بقول العزيز الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ضل والله وأضل من اتبع سواك وعند عن الحق من عاداك. اللهم سمعنا لأمرك وأطعنا واتبعنا صراطك المستقيم فاهدنا ربنا ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا إلى طاعتك واجعلنا من الشاكرين لأنعمك. وأشهد أنك لم تزل للهوى مخالفا وللتقى محالفا وعلى كظم الغيظ قادرا وعن الناس حافيا غافرا وإذا عصي الله ساخطا وإذا أطيع الله راضيا وبما عهد إليك عاملا راعيا لما استحفظت حافظا لما استودعت مبلغا ما حملت منتظرا ما وعدت. وأشهد أنك ما اتقيت ضارعا ولا أمسكت عن حقك جازعا ولا أحجمت عن مجاهدة غاصبيك ناكلا ولا أظهرت الرضا بخلاف ما يرضي الله مداهنا ولا وهنت لما أصابك في سبيل الله ولا ضعفت ولا استكنت عن طلب حقك. معاذ الله أن تكون كذلك، بل إذ ظلمت احتسبت ربك وفوضت إليه أمرك وذكرتهم فما ادكروا ووعظتهم فما اتعظوا وخوفتهم الله فما تخوفوه. وأشهد أنك يا أمير المؤمنين جاهدت في الله حق جهاده حتى دعاك الله إلى جواره وقبضك إليه باختياره وألزم أعداءك الحجة بقتلهم إياك لتكون الحجة لك عليهم مع ما لك من الحجج البالغة على جميع خلقه. السلام عليك يا أمير المؤمنين. سلم على أمير المؤمنين. السلام عليك يا أمير السلام عليك يا أمير عبدت الله مخلصا وجاهدت في الله صابرا وجدت بنفسك محتسبا وعملت بكتابه واتبعت سنن نبيه واتبعت سنة نبيه وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر ما استطعت مبتغيا ما عند الله راغبا فيما وعد الله. لا تحفل بالنوائب ولا تهن عند الشدائد ولا تحجم عن محارب. أفك من نسب غير ذلك إليك
وافترى باطلا عليك، وأولى لمن عند عنك، وأولى لمن عند عنك. لقد جاهدت في الله حق الجهاد، وصبرت على الأذى صبر احتساب، وأنت أول من آمن بالله وصلى له وجاهد، وأبدى صفحته في دار الشرك. والأرض مشحونة ضلالة، والأرض مشحونة ضلالة، والشيطان يعبد جغرا، وأنت القائل لا تزيدني كثرة الناس حولي عزة، ولا تفرقهم ولا تفرقهم عني وحشة، ولو أسلمني الناس جميعا لم أكن متضرعا. اعتصمت بالله فعززت، وآثرت الآخرة على الأولى فزهدت، وأيدك الله وهداك وأخلصك واجتباك، فما تناقضت أفعالك. فما تناقضت أفعالك ولا اختلفت أقوالك، ولا تقلبت أحوالك، ولا ادعيت ولا افتريت على الله كذبا، ولا شرهت إلى الحطام، ولا دنسك الآثام، ولم تزل على بينة من ربك ويقين من أمرك، تهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم. أشهد شهادة حق وأقسم بالله قسم صدق أن محمدا وآله صلوات الله عليهم سادات الخلق، وأنك مولاي ومولى المؤمنين، وأنك عبد الله ووليه وأخ الرسول ووصيه ووارثه، وأنه القائل لك والذي بعثني بالحق، ما آمن بي من كفر بك، ولا أقر بالله من جحدك، وقد ضل من صد عنك، ولم يهتدي إلى الله ولا إلي من لا يهتدي بك، وهو قول ربي عز وجل، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى إلى ولايتك. مولاي فضلك لا يخفى، ونورك لا يطفى، وإن من جحدك الظلوم الأشقى، مولاي أنت الحجة على العباد، والهادي إلى الرشاد، والعدة للمعاد. مولاي لقد رفع الله في الأولى منزلتك، وأعلى في الآخرة درجتك، وبص لك ما عمي على من خالفك، وحال بينك وبين مواهب الله لك، فلعن الله مستحل الحرمة منك وذائد الحق عنك. وأشهد أنهم الأخسرون الذين تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، وأشهد أنك ما أقدمت ولا أحجمت ولا نطقت ولا أمسكت إلا بأمر من الله ورسوله، قلت والذي نفسي بيده لقد نظر إلي رسول الله صلى الله عليه وآله، أضرب بالسيف قدماه، فقال يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، وأعلمك أن موتك وحياتك معي وعلى سنتي، فوالله ما كذبت ولا كذبت،
ولا ضللت ولا ضل بي ولا نسيت ما عهد إلي ربي وإني لعلى بينة من ربي بينها لنبيه وبينها النبي لي وإني لعلى الطريق الواضح ألفظه لفظاه صدقت والله وقلت الحق. فلعن الله من ساواك بمن ناواك والله جعل والله جل اسمه يقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فلعن الله من عدل بك من فرض الله عليه ولايتك وأنت ولي الله وأخو رسوله والذاب عن دينه والذي نطق القرآن بتفضيله. قال الله تعالى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. وقال الله تعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. أشهد أنك المخصوص بمدحة الله المخلص لطاعة الله لم تبغ بالهدى بدلاه ولم تشرك بعبادة ربك أحداه وأن الله تعالى استجاب لنبيه صلى الله عليه وآله فيك دعوته ثم أمره بإظهار ما أولاك لأمته إعلاءً لشأنك وإعلاناً لبرهانك ودحضاً للأباطيل وقطعاً للمعاذير. فما أشفقه من فتنة الفاسقين فلما أشفق من فتنة الفاسقين واتقى فيك المنافقين أوحى إليه رب العالمين يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فوضع على نفسه أوزار المسير ونهض في رمضاء الهجير فخطب وأسمع ونادى فأبلغ ثم سألهم أجمع فقال هل بلغ فقالوا اللهم بلى فقال اللهم اشهد. ثم قال ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم فقالوا بلى فأخذ بيدك وقال من كنت مولاه فعلي. لا 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 ما يكفي ما يكفي ارفع صوتك من كنت بعد فعلي مولا سمعة 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 من كنت مولا
اللهم والي من ولا، اللهم والي من ولا وعاد من عادى وانصر من نصر واخذل من خذل. اللهم والي، اللهم والي من والى وعاد من عادى وانصر. فما آمن بما أنزل الله فيك على نبيه إلا قليل، ولا زاد أكثرهم غير تخسير. ولقد أنزل الله تعالى فيك من قبل وهم كارهون. يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ذلك فضل الله يؤتيك من يشاء، والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نعلم أن هذا هو الحق من عندك، فلعن من عارضه واستكبر وكذب به وكفر. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. السلام عليك يا أمير المؤمنين وسيد الوصيين وأول العابدين وأزهد الزاهدين، ورحمة الله وبركاته وصلواته وتحياته. أنت مطعم الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا لوجه الله، لا تريد منهم جزاء ولا شكورا. وفيك أنزل الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وأنت الكاظم للغيظ والعافي عن الناس، والله يحب المحسنين. وأنت الصابر في البأساء والضراء وحين البأس، وأنت القاسم بالسوية والعادل في الرعية والعالم بحدود الله من جميع البرية. والله تعالى أخبر عما أولاك من فضله بقوله: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأنت المخصوص بعلم التنزيل وحكم التأويل ونص الرسول، ولك المواقف المشهودة والمقامات المشهورة والأيام المذكورة، يوم بدر ويوم الأحزاب
إذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورا وما هي بعورا إن يريدون إلا فرارا. وقال الله تعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فقتلت عمرهم وهزمت جمعهم ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. ويوم أحد إذ يصعدون ولا يلوون على أحد والرسول يدعوهم في أخراهم وأنت تذود بهم المشركين عن النبي ذات اليمين وذات الشمال حتى ردهم الله تعالى عنكما خائفين ونصر بك الخاذلين. ويوم حنين على ما نطق به التنزيل إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين والمؤمنون أنت ومن يلي. والمؤمنون أنت ومن يليك وعمك العباس ينادي المنهزمين يا أصحاب سورة البقرة ويا أهل بيعة الشجرة. حتى استجاب له قوم قد كفيتهم المؤونة وتكفلت دونهم المعونة. فعادوا آيسين من المثوبة راجين وعد الله بالتوبة. وذلك قول الله جل ذكره. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. وأنت حائز درجة الصبر فائز بعظيم الأجر. ويوم خيبر إذ أظهر الله خور المنافقين وقطع دابر الكافرين. والحمد لله رب العالمين. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل ولا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. مولاي أنت الحجة البالغة والمحجة الواضحة والنعمة السابغة والبرهان المنير. فهنيئا لك بما آتاك الله من فضل وتبا لشانئك ذي الجاه. شهدت مع النبي صلى الله عليه وآله جميع حروبه ومغازيه. تحمل الراية أمامه وتضرب بالسيف قدامه. ثم لحزمك المشهور وبصيرتك في الأمور أمرك في المواطن ولم يكن عليك أمير. وكم من أمر صدك عن إمضاء عزمك فيه التقاه
واتبع غيرك في مثله الهواه، فظن الجاهلون أنك عجزت عما إليه انتهى، ضل والله الظن لذلك وما اهتدى. ولقد أوضحت ما أشكل من ذلك لما توهم وامترى بقولك صلى الله عليك: قد يرى الحول القلب وجه الحيلة ودونها حاجز من تقوى الله، فيدعها رأي العين وينتهز فرصتها من لا حريجة له في الدين. صدقت والله، وخسر المبطلون وإذ ماكرك الناكثون، فقالا نريد العمر، فقلت لهما لعمركما ما تريدان العمر لكن تريدان الغدر، فأخذت البيعة عليهما وجددت الميثاق فجدا في النفاق. فلما نبهتهما على فعلهما أغفلاه وعاداه ومن تفعاه، وكان عاقبة أمرهما خسرا. ثم تلاهما أهل الشام فسرت إليهم بعد الإعذار، وهم لا يدينون دين الحق ولا يتدبرون القرآن، همج رعاع ضالون. وبالذي أنزل على محمد وبالذي أنزل على محمد فيك كافرون، ولأهل الخلاف عليك ناصرون. وقد أمر الله تعالى باتباعك وندب المؤمنين إلى نصرك، وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. مولاي بك ظهر الحق وقد نبذه الخلق، وأوضحت السنان بعد الدروس والطمس، فلك سابقة الجهاد على تصديق التنزيل، ولك فضيلة الجهاد على تحقيق التأويل. وعدوك عدو الله جاحد لرسول الله، يدعو باطلاه ويحكم جائراه ويتأمر غاصباه، ويدعو حزبه إلى النار. وعمار يجاهد وينادي بين الصفين: الرواح الرواح إلى الجنة. ولما استسقى فسقي اللبن كبر وقال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله: آخر شرابك من الدنيا ضياح من لبن. وتقتلك الفئة الباغية، فاعترضه أبو العادية الفزاري فقتله، فعلى أبي العادية فاعترضه أبو العادية الفزاري فقتله، فعلى أبي العادية لعنة الله ولعنة ملائكته ورسله أجمعين. وعلى من سل سيفه عليك وسللت سيفك عليه يا أمير المؤمنين، من المشركين والمنافقين إلى يوم الدين. وعلى من رضي بمن ساءك ولم يكرهه وأغمض عيناه ولم ينكر أو أعان عليك بيد أو لسان أو قعد أو عدل بك، من جعلك الله أولى به من نفسه. وصلوات الله عليك ورحمة الله وبركاته وسلامه وتحياته، وعلى الأئمة من آلك الطاهرين. إنه حميد مجيد والأمر الأعجاب والخطب الأفظع، بعد جحدك حقك غصب الصديقة الطاهرة الزغرى سيدة النساء فذكر.
وردوا شهادتك وشهادة السيدين سلالتك وعترة المصطفى صلى الله عليكم. وقد أعلى الله تعالى على الأمة درجتكم ورفع منزلتكم وأبانا فضلكم وشرفكم على العالمين، فأذهب الله عنكم الرجس وطهركم تطهيرا. قال الله عز وجل: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. فاستثنى الله تعالى نبيه المصطفى، وأنت يا سيد الأوصياء من جميع خلقه من جميع الخلق، فما أعمها من ظلمك عن الحق ثم أفرضوك سهم ذوي القربى مكراه وأحادوه عن أهله جوراه. فلما آل الأمر إليك أجريتهم على ما أجريا رغبة عنهما بما عند الله لك، فأشبهت محنتك بهما محن الأنبياء عليهم السلام عند الوحدة وعدم الأنصار، وأشبهت في البيات على الفراش الذبيح عليه السلام، إذ أجبت كما أجاب وأطعت كما أطاع إسماعيل صابرا محتسبا، إذ قال له: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فقال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وأنت وكذلك أنت لما أباتك النبي صلى الله عليه وآله وأمرك أن تضطجع في مرقده واقيا له بنفسك أسرعت إلى إجابته مطيعا، ولنفسك عن القتل ولنفسك على القتل موطناه. فشكر الله تعالى طاعتك وأبان جميل فعلك بقوله جل ذكره: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. ثم محنتك يوم صفين وقد رفعت المصاحف حيلة ومكرا، فأعرض الشك وعزف الحق واتبع الظن، أشبهت محنة هارون إذ أمره موسى على قومه فتفرقوا عنه، وهارون ينادي بهم ويقول: يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا: لن تبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. وكذلك أنت لما رفعت المصاحف قلت: يا قوم إنما فتنتم بها وخدعتم، فعصوك وخالفوا عليك واستودعوا نصبا حكمين، فأبيت عليهم وتبرأت إلى الله من فعلهم وفوضته إليهم. فلما أسفر الحق وسفه المنكر واعترفوا بالزلل والجور عن القصد اختلفوا من بعده وألزموك على سفه التحكيم الذي أبيته وأحبوه وحضرته وأباحوا ذنبهم الذي اقترفوه، وأنت على نهج بصيرة وهداه وهم على سنن ضلالة وعماه، فما زالوا على النفاق مصرين وفي الغي مترددين حتى أذاقهم الله وبال أمرهم، فأمات بسيفك من عاندك فشقيا وغوى، وأحيا بحجتك من سعدا فهدي، صلوات الله عليك غادية ورائحة وعاكفة وذاهبة.
وذاهبة، فما يحيط المادح وصفك ولا يحبط الطاعن فضلك. وصلى الله على بقي جزء، ولكن الأذان قد حان حينه، بقي جزء بإمكان الإخوة أن يكملوه لوحدهم نصف صفحة حتى يكملوا زيارة الأمير كاملة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.